السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج مجاني اسمه فويس مود، والبرنامج المجاني ده كان فيه إمكانيات أكتر بفلوس البرو، بس المجاني كويس يعني بالنسبة لي. لو أنت عايز صوت واضح، لو أنت عايزه بالشكل دوت، مجرد تختار وبعد كده في برنامج الزوم هتلاقي إن أنت تقدر تختار المايك بيضاف لك، زي مثلا كابتازيا لما شغلته قال لي عايز المايك العادي ولا عايز المايك بتاع فويس مود اهوت، فبتختار تلاقي الصوت اتغير. ممكن تخليه صوت طفل مثلا، ممكن تخليه كأنه في كهف. كان الكهف هو على طول بيضيف لك باك جراوند افكت كل الحاجات دي. كل صوت بتقدر ان انت تغير الامكانيات بتاعته. بتضيف في باين زي ما انت عايز. هو برنامج جاهز.